فيه؟ من؟ عبد الله جدي. اهلا 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 ومرحبا بك يا عبد الله. ما شاء الله، لقد كبرت والحمد لله. كيف حالك يا بني؟ وكيف اتيت الى مع ابي؟ وقال لي انك ستجد جدك هنا حيث يصنعون سفن اسطول عمان التي امر بها السلطان سعيد. ولكن ما الذي اتى بكم الى صور يا عبد الله؟ ابي يقول ان قائده في الجيش قد جاء بهم لتفقد ما تم صنعه من السفن هنا في صور. ويتم مثلها في مطرح ومسقط وشناص. ولكن كل هذه الأخشاب من أين أحضرتموها يا جدي؟ إنها من بلاد الهند يا عبد الله. فلقد أمر السلطان السيد سعيد بجلبها من هنا، ونقوم نحن هنا بصنعها لتجري بعد ذلك في البحار. وهل ستجعلني أركب واحدة منها مثل أبي يا جدي؟ نعم 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 يا عبد الله، ولكن بعد أن تكبر وتصير جنديا مثل أبيك. والآن هيا